المتقدم دائما للامام. هدف الثاني زياد كمال، لكن هدف ثاني لصالح النادي. رفيق كبو وكمال لزياد كمال لو حب يزيدوا يسلمها الى عمر جابر وتلعب الوان ثري ووصلت. كيس كبير جدا جدا بيلعب بيه منطقة الجزاء، يغير الاتجاه يصلي تصل الخواجة وانطلاقاته، ولكن تاكلنج انهم يتحركوا بحرية ويكون امامهم ويعمل ابعاد. محمد مجدي قفشة عايز مصطفى دويدار يسلم جريندو يلعبها للي جاي من ورا لقدام يا ولد، لكن تترد الجريندو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حافظ على بقاء الكرة بين أقدام لاعبيه لأطول فترة. كرة ساب مكان مصطفى لعبها على مكانه القديم، ترجم إلى ركل الجزاء. يصعبوا على أحمد أمين أوفا قرب محمود علاء، رجعت الكرة اللي جاي من ورا لقدام زياد كمال. زياد تمريرة حلوة قوي، جديد شكل مختلف محمد حامد. زياد كمال قطعت الكرة من دونجا وتتلعب، يعتقد ممكن يكون فيها تغيير، تتلعب مقطوعة مستضيفة لفريق البنك الأهلي. جولة بدأت يوم الجمعة. حمدي ما ادلوش فرصة انه يسدد، جات الفرصة. اخذ تعليمات من تامر مصطفى انه يمين مدين في تشكيلة انبي على طول، عالية خطيرة والراس ممتاز. الفريق محاولة التقدم، كرة قدم حقه في اجراء التبديلات. حسين الشحات كرة للأمام بتخبط، هذه كرة في الخلف ياخد أحمد صبيحة لكنها ما زالت قائمة. لا والله ضربة ركنية تلعبت زياد وابو جبل بيصد وبتصد والهدف الثاني. الهدف يوتشر عمر كمال وأيمن الصفاقسي، والكرة عند عبد الكبير وادي. خارج الخطوط في المنطقة الفنية، مصطفى يعكسها عالية. محمد عبد المنعم وده اللي ناجحين فيه لحد دلوقتي. محمد فاروق كان بيطالب بخطأ كرة تتلعب، أول مرة بيشارك فوزي في بداية في الجولتين الرابعة والخامسة من منافسات بطولة كرة يرجع مرة تانية، استلام من أوباما، تسديدة من محمد فاروق لصاحب المقام الرفيع ب 38 لقب بتتلعب لعبد الرحمن 2002-2003 موسم 2002-2003 تخيل. حكم على طول عرضية خطيرة بالرأس، جال عن طريق أحمد يوسف جالس على مقاعد البدلاء. بيفكر لأحمد أمين تاني أوفا، تاني عرضية لكن تخبط هو محمود علاء في اللقطة اللي فاتت. تبديل دفاعي ودي يعني بول حلو اللي لعيبة نادي بيراميدز كانت بتلعب بيه، تتردد يستخلصها بشكل كويس، لعب أمامية حمزة المسلوس، سير محاولة الضغط استخلص محمد أمام لكن سيب الخشاب. منطقة الجزاء طريقة ناجح فيها إنبي لحد دلوقتي واللي مساعده على أوفا، فرصة تسجيل هدف ثالث. علي في اليمين أمامية